لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فاسد للفاتحة، لا تقوم، ثبت روحك، لا تقوم، ليش ينخبص الشادر؟ إذا يجي فقير يدور على مكان يقعد ماكو، وإذا يجي واحد منحرف 20 كرسي فرغن ويوقفون على راسه، فالستين سبعين ينتظرون قبل الفاتحة يقول له مساك الله بالخير. يمو هذا راح ينجن بعد أكثر يسودن، ياخذ خليطة للفاتحة ويلغد له على مكان ماكو حتى يعرف حجمه، يسأل حمايته شبيها الوادم ويانا، يقول له لا ضر احنا مو خوش وادم والناس ما تريدنا، فعلينا أن نصلح. يصير مراجعة لو ما تصير زين؟ إذا نتلقانها ووصله أنت ابن القالة وعنك توجع له طقيت، ها يسودن يولا، وهو تلقيه عتل زنيم وما يستاهل لقطف جقارة، وتهوس له بهاي الهوسة اللي تحصل لك منه 100 دولار، ينجن لو ما ينجن؟ إذن إنكار المنكر شنو؟ ترى كنا هذا ننسئل علي أمام الله تبارك وتعالى، يقول لي أنت قويته، أنت نشطته. فإنكار المنكر بالقلب أن تلقى أهل المعاصي والفسوق بوجه مكفهر، إلا ما سويت شيء، ما قدمت شيء، أنت ما تستحق الاحترام، حتى يعرف روحه يراجع نفسه. أكو نقطة مهمة بالوصية، بس الوصية راد لها شهر يعني، بس بعد مساحة مضغوطة، بس أكو نقطة مهمة جدا خاصة في عصرنا الحاضر. أتو أرجوكم يعني تشخيص الباطل مهما يكون مر ضروري أن نشخصه، لأنه إذا نبقى بالمجاملات ما نقدر نصلح شيء أبدا. يا سيدي الإمام أمير المؤمنين يصيح يا بني عبد المطلب، منو بني عبد المطلب؟ حمولته، فخذه، عشيرته، شو تسموهم مسمياتكم العشائرية؟ يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضوا بدماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين فلا يقتلن بي إلا قاتلي، ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المثل حرام ولو بالكلب العقور. يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضوا بدماء المسلمين خوضا، يعني إن قتل عثمان صارت معركة الجمل يا لثارات عثمان، معركة صفين يا لثارات